جايب لك 6 كرة بقري من العيال التقيل لسه واصلين حالا، بس كل واحد الله ويصلي على سيدنا النبي، والسعر النهارده يبقى من تحت. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله تبارك الله. اول ضربه مع المعلم ابو سته محمد ابو الحاج، بيقول لك 6 كرة بقري اعمار كلها اعمار كبيره بالصلاه على سيدنا النبي. اقولش عارف ايه، اوزان من اول 100 كيلو ل 130 كيلو بفضل الله، كل اللي انت عايزه هنا موجود من داخل مزرعه الحاج محمد ابو الحاج والمعلم ابو سته محمد ابو الحاج. ايه الحلاوه دي يا معلم ابو سته؟ ايه الحلاوه النهارده يا ريس؟ 6 كرة بقري. اللهم صل على سيدنا النبي تبارك الله. كل دعمنا بصلاة سيدنا النبي يا رجالة. دولت يا رجالة 6 كور. اللهم صل على سيدنا النبي. ضرب عامل ازاي يا رجالة؟ والسعر هنا، السعر هنا يا رجالة بتمن اللبانة اللي لسه بيرضع. السعر هنا يا رجالة بتمن اللبانة اللي لسه بيرضع بتمن السلب. اللهم صل على سيدنا النبي. ده العجل هنا، ده أول عجل هنا يا رجالة فيهم، ده تاني عجل تبارك الله. أحلى محمود أبو ظهر في الدنيا، مساء الفل عليك يا محترم. اللهم صل على سيدنا النبي. دولت أول 2 من الستة كده يا رجالة. المعلم مستني النهاردة، بقول لك إيه ده لسه بسعر السلت اللي بيرضع. دول اول 2 اهو، دي الثالث. اللهم صل على سيدنا النبي. الرابع تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله تبارك. دي الخامس، ادعي على مستر كده. لا يا معرض قوي يا رجاله، لسه بثمن السلت، لسه بثمن السلت اللي بيرضع. معلم ابو سته، الاعمار دي كام؟ الاعمار 10 شهور. الاعمار 10 شهور. والاوزان يا ريس اوزان كام؟ 150 كيلو. شغلتك الاوزان ده انا عارف. الله يبارك لك يا ريس. الناس كلها عندها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تبارك الله. 6 كور رجاله من عيار التيل قوي. معلم صل على النبي. معلم ابو سته، عشان ما نطولش على المشاهدين، عايزين السعر بما يرضي الله والسعر من تحت. دول يا رجاله اقل 2 فيهم، اقل 2 دول هم في السته، الاحمر والعجل المونبوليار ده. اللهم صل على سيدنا النبي تبارك. الناس اللي معانا يا رجاله تتفاعل معانا بفضل الله، هنا بنبيع كتير وبنكسب قليل بما يرضي الله، بيع وشراء بما يرضي الله. اللهم صل على سيدنا النبي. عامل ازاي يا رجاله؟ فتحة المظبوطة قوي، النظام العالي، الظهر المظبوط تبارك الله. والستة هنا أحسن من بعض. معاك فيهم عجول من هنا أحسن من 45,000. اللهم صل على سيدنا النبي. قول لي بقى يا ريس، عايزين نخش في السعر على طول. بكام بقى؟ بكام السعر يا ريس؟ السعر الجمعة عامل 40. مبدئيا رقم تليفونك التواصل معاك 010 61 82 49 74 74. خش في السعر أتوقع على طول كده يا ريس. اللهم صل على سيدنا النبي. ولا 37 ولا حتى 35. راح فين يا معلم أبو ستة؟ قول ده عنا بصلاة سيدنا النبي. ده كام يا ريس؟ 32,000 وصلي على سيدنا النبي. بص على كده معلم ستة، السعر هنا كام؟ 32,000. متوسع 32,000. اللهم صل على سيدنا النبي. 32,000 جنيه يا رجاله متوسع عجل من ده. ده اللي بيتعرض ب 37 وب 38. بس بفضل الله اهم حاجه هنا عندها المصداقيه، اهم حاجه هنا عندنا المصداقيه. بالراحه معلم ستة. صلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تبارك الله. 6 فتوات باين بالصلاة على سيدنا النبي. بسعر لسه ايه؟ اللبان السلت. بسعر لسه السلت هنا يا رجاله. تبارك الله. دولت اول 2 فيهم هم كده. بسم الله تبارك الله. ادرك على مستر كده. بسم الله ما شاء الله يا رجال اهو. 32,000 الستة على بعض عاملين ب 192,000. دي رقم 2. اللهم صل على سيدنا النبي. اسمع الاسعار دي كده يا محترم. اسمع الاسعار هنا كده وشوف الدنيا ماشية ازاي. دي رقم 3 4. اللهم صل على سيدنا النبي. تبارك الله. 6 احسن من بعض هنا يا رجاله. دول هم 2 هم الثانيه، السته دول هم عاملين ب 192,000 بفضل الله في اي مكان وفي اي مزرعه. دول عجلهم ب 37 وب 38 على طول. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله تبارك الله. واحد اللعب معلم ابو سته، اسعارك حلوه بما يرضي الله. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله تبارك الله. معلم مستر عايزين نخش في الشعار بقى يا ريس. قول لي رقم تليفونك، الناس اللي طالبه الرقم. رقم تليفون 010 61 82 49 74. المكان وسط منوفية، قرية عرب ابو ذكري. وسط منوفية قرية عرب ابو ذكري. والست دول هم الرجالة عاملين ب 192,000، وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. اللهم صل على سيدنا النبي بارك الله. الفتحة المظبوطة قوي يا رجالة من ورا، النظام العالي، الأعمار 10 شهور. الاعمار 10 شهور يا رجاله. مال بيتكلم عن نفسه. مال انا بتكلم عن نفسه تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. يا معلم ابو سته خش في الشعار، يلا توكل على الله. معانا كام عجل شعار يا ريس النهارده؟ 17 دفر شعار. الاعمار؟ الاعمار من 7 شهور ل 8 شهور. من 7 شهور ل 8 شهور. وطبعا السعر يا رجاله بالعداله وبنرضي الله. هنا يا رجاله الست دول على بعض ب 192,000. ربنا يبارك لصاحب النصيب. فاهم؟ كل ياكل فيها عيش، اهم حاجه تاكل فيها عيش. كل تاجر غدا يكسب، مربي غدا يكسب. اللهم صل على سيدنا النبي.
تبارك الله تبارك الله. 17 ذكر شعار يا معلم صل على النبي. قول لي على السعر على طول وبعد كده هنتفرج عليهم على 17 ذكر دول. عمرك الاعمار طبعا احنا رجاله معانا الاعمار من 6 شهور ل 8 شهور، من 6 ل 8. اللهم صل على سيدنا. في حاجات صغيره زي كده برضو، في حاجات عاليه زي الاجل العالي ده كده. طبعا ال 17 كلهم مش زي بعض، مش زي بعض ال 17 كلهم. ايوه اهم حاجه المصداقيه في الكلام. بسم الله تبارك الله. 17 عجل زي ما الكتاب بيقول، بين قديمه بين متحصنه كلها كافه التحصينات. اللهم صل على سيدنا النبي تبارك الله. وادي الاكل يا رجاله زي ما انتم شايفينه. عم محمود مساء الفل عليك، حط شويه ردك قدام منهم يا معلم. بص عايزين السعر بقى يا معلم. بص ايه السعر النهارده هنا يا رجاله. تبن وبرسيم زي ما انت عايز ترمي ترمي. دايم كلها دايم قديمه، دايم قديمه. قلت لها يا معلم ابو سته بقى انت بتشحن زي البطاريات يا باشا. العجل منه بيشحن زي البطاريه. ازاي الكلام ده يا ريس؟ زي ما انا شايف. شايفين يا رجاله بطن العجل مليان اهو وشغال، البق بتاعه شغال. عجل قديم متحصن، عجل همه زال خلاص. اللهم صل على سيدنا. معاكم حاجات كبيره من هنا احسن من 28000. قول لي بقى يا ريس 17 دول بكام على بعض؟ 17 دول نقضي على كام على بعض يا عمري؟ بكام يا باشا؟ بس كله دعمنا بلاي خالص، كله دعمنا بصلاه سيدنا النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شويه الاسئله اليوم عامل 30. اللهم صل على سيدنا. مفيش 28 انا عارف. مفيش حتى 26 ولا في 25 ولا في 24000 ولا في 23. بالراحه يا عم ريم علينا. توكل على الله. انا عارف اقول لك ايه، ولا في 23 كمان. كل دعمنا بلايك، كل دعمنا بصلاه سيدنا النبي يا رجاله صلى الله عليه وسلم. هنا المعلم ابو محمد ابو الحاج قال لك ال 17 عجل دول هم ال 17 عجل دول هم عجلهم لسه ما كملش ال 23000. لسه ما كملش ال 23000. ما تفكرش ان ما تفكرش ان اقول لك ب 22 و900 ولا ب 22 ونص. قول له كام راس بقى في 17 دول على بعض. بعد ما الناس توحد الله ونعم بالله كل دعمنا بصلاه سيدنا النبي رجال. بكام يا ريس؟ يا عم ريس بكام يا ريس؟ واحد انسان يا عم كم النهارده؟ خش في الموضوع على طول. 21500 بكام؟ 21500. واللي ما صلاش على النبي صلي عليه يا رجاله. متوسط سعر ال 17 درفيل دول همت من عند اصول الشغلانه في الشعاري 21500. اللهم صل على سيدنا النبي بسعر لسه اللبان اللي بيرضع. 21500 شايف يا باشا اهو. ايه ده يا معلم ابو ست؟ ايه ال 21500 ده؟ كل 21500. 21500 اللهم صل على سيدنا النبي. يا رجاله فيهم ال 10 فيهم ال 10 فيهم ال 10 العاليين فيهم. لو عند اي حد هيعرضهم هيعرض عجلهم ب 27000 27 و28 وال 7 الصغيرين هيتعرضوا برضه ب 23 و24 وهينباعوا. اما انت هنا بفضل الله بفضل الله عند اصول الشغلانه في الشعاري المعلم ابو سته محمد ابو الحاج بيعرض لك 17 عجل شعاري دول هم كام النهارده؟ عجلهم متوسط عجلهم في قلب بعض ال 17 21500 بالسعر ده. يا تلحق يا ما تلحقش يا معلم ابو سته. لازم فرضنا حد عايز مثلا عجل اثنين ثلاثه منهم خمسه اللي عايز اي عجل خدامه. طبعا ابو سته الاسعار كلها مش زي بعضها. الكبير بيجي فيهم عجل يزيد 1500 وعجل ينزل 1500 بالصلاه على النبي. يعني الاسعار بتبتدي فيهم من 20000 الى 23000. لكن ال 17 كلهم متوسطين بعض 21500. ورزقك رزقك وبختك اللي هتاخد صفقه الدكوره دهيت. رقم تليفونك يا باشا للتواصل معاك. رقم تليفون 010 010 61 61 80 82 49 74 74 اتفرج نجل عجل. اوريك البند طبعا. اتفرجنا يا عم خلاص. هنفرجك نجل عجل. اتفرج يا باشا اجل اجل براحتك. خد راحتك خالص. بالصلاه على سيدنا النبي. اتفرجنا يا باشا اجل عشان كل واحد ياخد حقه. ده رقم واحد. اسحب كده يا معلم كده. طلع اجل اجل كده. ده رقم واحد. صح يا رجاله. ده رقم واحد يا رجاله. اللهم صل على سيدنا النبي. خش على بعض يا باشا كده. ده رقم اثنين الدرفيل ده يا رجاله. ده رقم ثلاثه. اللهم صل على سيدنا النبي. هات كده يا باشا عندي كده. اربعه 21500 يا رجاله. رقم خمسه. ادي رقم خمسه تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. ادي سبعه ثمانيه ده الصغير ده رجاله. دي تسعه اهو. وده رقم 10. وادي رقم 10. اللهم صل على سيدنا النبي. ده مش نص على الاكل والكرم. 11. ايه ده يا رجاله؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ 21500. 13 بالصلاه على سيدنا النبي. 14 يا باشا. 14 اسحب كده على طلع كده يا ريس طلع في الوسع كده. 14 21500 يا رجاله. 21500. اللهم صل على سيدنا النبي. 15 16 ادي 17 عجل اهو. دي العجل الصغير 17 ده. وال 17 احسن من بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حط اكل يا باشا تاني كده.
حط اكل كده عم محمود، حط برسيم، حط تبن، حط اللي عندك رموله، اي حاجه عند اي اكل رمولهم. بسم الله تبارك الله. اللعيبه القديمه يا رجاله، صفقه مربحه متوسط سعر ال 17 دكر دولت على بعض بتاريخ النهارده. تاريخ كام يا رجاله؟ تاريخ كام يا رجاله النهارده؟ النهارده 22/2 بتاريخ 22/2 يا رجاله. العرض ده مش هيتكرر مرتين، مش هيتكرر مرتين. رزقك رزقك، اللهم صل على سيدنا النبي. متوسط سعر الدرفيل دول يا رجاله 21500. عند مين؟ عند اصول الشغلانه. تنزل عرب ابو ذكري تقول عايز اروح، عايز اروح في اصول الشغلانه الشعاري. تقول عايز اروح فين؟ عند اصول الشغلانه اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه السعر ابو بلاش، ابو بلاش. وعندنا ببلاش الا ربع كمان. متوسط السعر هنا 21500 يا معلمين، 21500. بالصلاه على سيدنا النبي تبارك الله. 17 عجل شعاري ضربه واحده بسعر مغري. متوسط سعر العجل فيهم، متوسط سعر العجل فيهم 21500. والاكل قدام منك اهو، شغله كله على الطبيعه. معلم ابو سته بشكرك وانت على دماغنا من فوق، وبنشكر الناس المحترمه اللي معانا على اللايف. ما تنساش العرض ده، ما تنساش عرض الست الكره البقري دول امك بقى. وده اللي بسعر عرض النهارده كله بسعر مغري، بسعر مغري. ده اللي مش هتكرر مرتين اثنين. هنا متوسط سعر عجل يا رجاله كام؟ كام بقى زي المعلم ابو سته قال لك؟ هنا اسعارنا ببلاش، احنا نختلف بفضل الله، نختلف بفضل الله، نختلف عن الدنيا بحالها بفضل الله. عايزين نبيع كتير ونكسب قليل، اهم حاجه تكسب ايه؟ بما يرضي الله. هتكسب بما يرضي الله، هتلاقي عندك بركه في رزقك. بص يا باشا، هتلاقي عندك بركه في رزقك. بص يا عم، اللهم صل على سيدنا النبي. ده يا رجاله بتعرض ب 40 يا رجاله، ده اللي بتعرض ب 40. ده اللي بتعرض ب 40 يا رجاله. بفضل الله يا باشا. اما هنا بفضل الله الست على بعض كام علبه قلت لي؟ عاملين يا عم ابراهيم بالصلاه على النبي 192000. متوسط عجلهم 32000 يا رجاله. هنا متوسط العجل دي ب 32000، ست فتوات، ست درافيل. الاوزان هنا كام علبه قلت لي؟ 150 كيلو. الاعمار؟ الاعمار 10 شهور. الاعمار 10 شهور يا رجاله. الاعمار بتاع عمر العجل يوم 10 شهور. بص يا باشا، وسعر الست على بعض عاملين ب 192000 تبارك الله. كل دعمنا كل دعمنا بلايك وبشير للفيديو. عجل رجاله زي ده، عجل رجاله زي الصغير ده كده بتعرض بكام؟ ب 38 وب 39 زي ما احنا بنسمع برضه وبنشوف. اهو زي ده كده بتعرض ب 38 وب 39. بسم الله تبارك الله. بس الست ضربت على بعض النهارده بكام؟ بكام؟ ب 192000. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والست دولت احسن من بعض، الست احسن من بعض يا رجاله. عجل ريح بطول بعرض ما يرضي الله. انا عارف في ناس، انا عارف في ناس هتسمع الاسعار ديت كده هتتخيل، والله لا تتخيل. تسمع السعر ده لا تتخيل، هيقول لك ابو سته النهارده جاب العجول دي منين؟ بص يا عم ريمو، ازاي بيعرض لك ده ب 32000؟ ازاي؟ ده العجل رقم واحد يا رجاله في يوم اهو. اللهم صل على سيدنا النبي. بصراحه ما شفتش زي كده. حد يعرض لك ده ب 32000؟ مصداقيه في ارض المصداقيه، السته على بعض عاملين ب 192000. متوسط عجلهم 32000، وربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. اللهم صل على سيدنا النبي. العجل الاحمر البلدي ده تبارك الله، ده العجل يا رجاله شاسيه، شاسيه بطول بعرض. اللهم صل على سيدنا النبي. عدي الاحمر ده مش قاعد دول، هات اكل هنا يا عم محمد. بقى يا رجاله بص، مش لسه هينعر ولا لسه لباني؟ لا بقى بالصلاه على سيدنا. اعمار كبيره، لا مش شبعانه في الاكل وفي الشرب وفي كل حاجه. اللهم صل على سيدنا النبي. ياكلوا اي حاجه اهو، خمخام من تحت رجلهم بياكلوه، ارميله من تحت رجلهم كده ياكلوه. بص الظهر هنا ثابت يا باشا، الظهر هنا ثابت. تطلع عجل لحم صحيح، تطلع عجل لحم، والسته بسعر مغري. يا تلحق يا ما تلحقش، يا تلحق يا ما تلحقش. والعرض ده يا رجاله دي للناس المربيين فقط لا غير. اما يجي واحد تاجر على العرض ده مش هياخده، هيجي واحد تاجر على العرض ده طبعا مش هياخده. اللهم صل على سيدنا النبي. 32000 يا رجاله. الله اكبر الله اعظم، الله اكبر الله اعظم. طبعا يا رجاله الست دول هم اتنين عاملين ب 192000، وهنا متوسط العجل هنا 21500. وشكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.